ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز؟ فيديو اليوم مفاجآت جديدة عن نجوم افلام محمود الجمل. هنعرف فيه حقيقة اختفاء صالح وهند من افلام محمود الجمل، وكمان هنعرف حقيقة الساعة الجديدة لمسمار، واخيرا هنعرف ندى جلجل اتوحمت على ايه في الحمل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بندى جلجل. والحقيقة ندى جلجل زي ما كل الفانز عارف حامل في اكتر من 3 شهور، وهي كان نفسها في فاكهة المانجا والكمثرى، عشان كده مستر احمد جاب لها الفاكهة دي عشان البيبي وعشانها. ربنا يقومك بالسلامة يا احلى جلجل. ودلوقتي هنعرف ايه حكاية الساعة الجديدة لمسمار. مسمار ظهر مؤخرا بساعة جديدة، والحقيقة هو فرحان بيها جدا، وهي بتكون هدية من الحاج صالح الجمل لانه بيحبه جدا، وعشان مسمار بيسمع كلامه، وكمان لان مسمار ولد امين ومجتهد. الف مبروك يا مسمار على الساعة الجديدة. ودلوقتي واخيرا هنعرف حقيقة اختفاء صالح وهند من افلام محمود الجمل. والحقيقة صالح وهند بقالهم فترة كبيرة مش بيظهروا في الافلام، وكل الفانز قلقان عليهم وبيسأل عنهم دايما. صالح وهند كانوا بيختفوا يوم في الاسبوع او يومين بسبب تدريباتهم في النادي، لكن الفترة دي كان مفروض العيلة بتقضي اجازة في المصيف، وعلى اساس كده صالح وهند راحوا يقضوا اجازة المصيف، وبسبب ان العيلة رجعت من المصيف فجأة عشان كده صالح وهند مش موجودين، لكن هيرجعوا قريب جدا التمثيل في الافلام وكمان التحديات، لان صالح وهند بيحبوا عيلة الجمل جدا، وكمان العيلة بتحبهم، واحنا منتظرين صالح وهند يرجعوا التمثيل في الافلام. وهنا وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهاش، وسؤال الفانز الفيديو اليوم هو: ظهرت صورة مسمار وهو لابس الساعة كام مرة في الفيديو؟ شوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض أسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.